عين السيرة، شبرا، الجمالية، الوراق، ضرب الأحمر، الدويقة، هي دي اللي بيطلع منها العبقرة. هي دي الأماكن اللي بتطلع عبقرة مصر، الأدب، الموسيقى، كل مناحي الحياة. ضيفي لعب في شوارع عين السيرة لحد ما بقى عنده 18 سنة، وده سن كبير جدا بالنسبة للاعب كرة قدم، لكن بعد كده بقى كابتن مصر. تعالوا أعرفكم على كابتن مصر. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ضيفي حد حبيبي قوي وحد قريب مني جدا. منورنا كابتن جمال. اهلا بكابتن احمد، وكل سنه طيب، وكل سنه وكل شعب مصر والمسلمين كلهم بخير. كابتن احمد، قول لي بقى، يعني احنا رحنا عين السيره وفتشنا في جراب جمال عبد الحميد والشوارع اللي انت لعبت فيها وانت صغير. البداية ابتدينا، أنا كنت ساكن في بلوك 62 في عين السيرة. أنا طبعا مواليد المذبح، أرض يعقوب، حارة البراد، وبعدين طلعنا بعد سنة وأنا عندي سنة كده ودوني عين السيرة، قعدت فيها 29 سنة. فسكننا في بلوك 62 مدخل 2 شقة 7، عشان بس ده العنوان بتاعنا، عشان اللي عايز يروح يشوف الشقة بتاعتي. كان قدامنا أعز صديق ليا اسمه صفي الدين. صفي الدين دوت تربينا مع بعض، ناكل كنا احنا، كان قدامي ففي قدامنا كده بسطه، نقعد الصبح نفطر مع بعض، ننزل نجيب فول مع بعض، نفطر مع بعض، نلعب كره مع بعض، نتضرب مع بعض من ابهاتنا، نتشقى مع بعض، نروح سينما مع بعض. ده كان اعز صديق ليا. في الحته كان في لعيبه احسن مني بكتير، كل اجازه نحوش كام تعريفه كده ونطلع الانديه نختبر ونقبل وما نجيش تاني يوم كلنا، ونقبل ويقولوا لنا تعالوا وما نروحش لان معناش فلوس نروح، واولياء الامور ما كانتش بتخلي الكره هي رقم واحد، الدراسه كانت رقم واحد. المهم كان في بقى في الحته في الحي ابو السعود بقى وكده حوالينا، كان في واحد اسمه يحيى رجوز، ده كنت برضو بتعلم منه شويه حاجات، كان لعيب كويس قوي قوي، هو ده كان ملك الكره الشراب عندنا في مصر القديمه. فهو احنا دي الحته بتاعتنا، كنا بنلعب بين البلوكين، بين بلوك 62 و63، كنا ننزل كل يوم نلعب. بس كان عندنا بقى جار ما بيحبناش نلعب، فكان دايما يرش لنا كل يوم جمعه الصبح الميه. طبعا الميه اللي هو الجمعه الاجازه اللي لازم نلعب فيها، لازم نلعب فيها، كان يرش ميه ويغرق جدا، والكره الشراب اما بتخش في الميه بتتقل ما بنعرفش نشرب. فبنعمل ايه؟ نصحى الصبح نصلي الفجر كلنا ونطلع نقفل المحبس اللي من ورا، فالميه تقطع على البلوك كله، البلوك كله. فبالتالي يجي يرش ما فيش، فنلعب براحتنا وبعد كده نفتح الميه. الناس بقى تستحمى وتاخد راحتها. عادي جدا عادي جدا. من عين السيره النقله بقى الثانيه. وطبعا انا عارف الاسامي اللي فيها بس هسيبك تقولها، لانه طبعا الشيخ صلاح و كابتن شيكو. قول. يعني عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، ان انا لعبت كوره، بقول لك كان في ناس احسن مني بكتير، بس انا كنت محظوظ وربنا كان موفقني ان انا قابلت كابتن شيكو. يعني يمكن الولاد دولت وسن لغايه سن 18 سنه بنلعب في الشارع، انا ما لعبتش كوره كبيره ابدا، غير يا دوبك في الاجازه نروح نختبر ونرجع بس، ولعبت مركز شباب ولعبت في كله شوارع، كله شوارع وحواري عن السيره، ونروح نلعب في عابدين ونرجع، نروح نلعب في قلعه الكبش ونرجع، نروح نلعب في ابو السعود ونرجع كده. يعني كنا بنلعب فرق على باصه، يعني دول يمدوا ودول يمدوا، واللي يكسب ياخدها يحتفظ بيها عشان ايه؟ عايرك اكسر عين التاني، اكسر عينك. فكنا بنعمل كده. كان ساعات في ناس بيجوا ياخدوني بفلوس، يعني يقولوا لي تعالى كابتن تلعب معانا وهنديك قرشين، تعالى العب معانا وهنديك كيس لب وانت مروح. على اساس ان انا كنت بكسبهم يعني، فكنت اروح العب معاهم في اي حته يعني.
أه. اوش باخد، بس انا يهمني ان انا مواصلات اروح وارجع قبل ما ابويا يجي من الشغل. دي كانت اهم حاجه عندي. ابويا على فكره ساعدني في الكوره كتير قوي. في ايه بقى؟ لما جه مره لقاني بلعب كوره بيجي كل يوم الساعه 3 بالظبط. وعايز اقول لك بس كل الساده المشاهدين ان ابويا كان موظف في احد المطابع المصريه، في جريده الجمهوريه، قول ما فيش مشكله، لا في جريده الشعب، في جريده الشعب، في دار الشعب. فكان موظف، فكنا بيجي 3 بالظبط كان بينزل بره العيون ويتمشى لغايه البيت بتاعنا. فمره يعني سخن شويه فروح بدري، فهو مروح لاني بلعب كوره، انا بطلع 3 الا 5 قبل ما يجي، قبل ما يجي 3 الا 5 تظبط امورك وتشتغل شعرك وتميه، اخواتي محضرين لي كل حاجه فوق الحاجه طبعا كله بيداري عليا طبعا. فجي لقاني في الشارع، خدت علقه ما بعدها علقه. فامي طبعا عاتبته وكده، قلت له الولاد بيحبوا الكوره وكده، الاقي ذاكر من السبت لغايه الاربعاء، ويوم الخميس والجمعه لو مسك كتاب هضربه يلعب زي ما هو عايز خميس وجمعه، لو عايز ينزل من الساعه 7 الصبح. فاداني يومين كاملين بعد ما اجي من المدرسه يوم الخميس العب زي ما انا عايز لغايه اخر يوم الجمعه الساعه 12 بالليل 11 بالليل في قدام الحي، واطلع بقى عشان السبت لغايه الاربعاء امسك كتاب، تبتدي المذاكره بقى. فانا احترمت دي فيه قوي. فكنت بنمي نفسي خميس وجمعه بصراحه. وكل اولياء الامور اللي في الحته عملوا كده، وبقى كلنا بنذاكر الوقت دوت. وخميس وجمعه كنا بنلعب كلنا مع بعض. فوالدي ساعدني على المهاره تزيد شويه. فاحنا اما رحت مع الكابتن الشيخ صلاح و لا ازاي الشيخ صلاح والكابتن شيكو جم عين السيره، انت رحت لهم المعادي ازاي؟ ما انا هقول لك. مصنع 54 الحربي، انا كنت في مصنع 54 الحربي باخد العملي بتاعنا. انا خريج ثانوي صنايع مدرسه زي العابدين الصناعيه، وبعد كده كملت في معهد كفاءه الانتاجيه في الزقازيق طبعا مع مختار وربيع ياسين وحمدي جمعه، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين يعني، وكابتن حمامس المعلق طبعًا. المشهور والحكم الدولي. فروحنا نلعب، فروحنا لمصنع عملي نعمل العمل هناك في الورش. فكان كابتن شيكو راجل خبير. فقال لك الطلبه دي اكيد فيهم لعيبه كويسه كلهم تحت 18 سنه و17 سنه. فجمعنا كلنا في وقت واحد وقال لنا يا جماعه اللي عايز يلعب كوره يجي لنا بعد الشغل، يجي لنا الساعه 3 في مركز شباب المعادي. وفي ميزه حلوه، اللي هنقبله هيطلع يتمرن الساعه 11 الصبح من المصنع ويروح البيت. فكل الطلبه راحوا ليه؟ محدش عايز يروح المصنع، مش حد عايز يروح، كله عايز يزوغ. كنا بناخد 3 ايام مصنع 3 ايام مدرسه. ايه اللي حصل؟ فكلنا رحنا، كام واحد بقى احمد؟ حوالي 85 واحد. فقال لنا يا جماعه احنا هنملكوا تقسيمات كده عشان ننقي منكم. فانا اول يوم رحت بالشنطه بقى وفرحان ان انا فعمل تقسيمات بالناس كذا تمرين والباقي لنا بكره. رحت تاني يوم بالشنطه برده مليانه كده لبس الكوره، ما قلعناش وعمل تقسيمات وروحنا، وقال تاني يوم بكره. وانا ما قلت باخر يوم لو ما نزلتش النهارده مش جاي تاني، مش هروح تاني يعني، ربنا مش رايد ان انا فتالت مره رحت فرح منزلني في التقسيمه. والله يا ابو حميد اول لمسه ليا مع الكابتن شيكو في الملعب بتاع مركز شباب المعادي راح ناديلي، قلت يا نهار ابيض بيروحت، انا روحت من اول ثانيه، ده لسه ما عملش حاجه. قال لي تعالى تعالى بقى، كان جسمي ما شاء الله يعني على سني كنت نفس الطول. قال لي تعالى انت اسمك ايه؟ قلت له جمال، جمال محمد عبد الحميد. قال لي طب بتلعب في انهي نادي يا جمال؟ قلت له ما بلعبش. قال لي ايه؟ تهرج تلعبش في نادي؟ قلت له لا. قال لي طب اقعد جنبي. قلت له خير انا قلشت ولا ايه؟ قال لي لا اقعد جنبي بس. ما فيش دقيقتين تيجي تصفر، نهى بتاع كله، نهى كل حاجه وقال لنا مع السلامه كلنا، ولا واحد قبل. فجي وقال لي تحب يا جمال تلعب في النادي الاهلي؟ تخيل مثلا ما واحد يكون معهوش مليم ويجي واحد يقول له ايه؟ تحب تاخد مليون جنيه؟ فانا بصيت له كده قلت له ايه؟ هو طبعا سال عليا قبل ما قبل ما يجيبني. فقلت له يعني انت حضرتك بتقول لي تحب تلعب في النادي الاهلي؟ يعني انا يبقى ليا راي، ما تقول لي النادي الاهلي؟ طبعا احب. ده سؤال عجيب جدا. قال لي لا اصل زمانك بيقول انت زملكاوي. قلت له زمالك ايه وبتاعي بقى دلوقتي؟ ده وقت الزمالك يا جماعه، يعني هلعب في النادي الاهلي يبقى زمالك وانا بلعب في الشارع. وكان ساعتها بقى سنه 76 كابتن احمد كان بقى النجوم الكبار، وانت كنت تعلم يعني طبعا. كان طبعا خطيب وعزيز ومصطفى ومحسن المجموعه واكرامي وثابت البطل الله يرحمه ومحسن صالح وطاهر الشيخ ومختار مختار وجمال عبد العظيم ومصطفى عبده يعني مع الاحتفاظ باللقب كلهم كابتيني طبعا، كابتن حسن حمدي وكابتن مصطفى يونس وفتحي مبروك واحمد عبد الباقي نجوم طبعا.
فقلت له ماشي احب العب في النادي الاهلي. قال لي طب سيب لي نفسك 15 يوم. طبعا الكابتن شيكو كان عايز يجهزك عشان ما تروحش للنادي الاهلي، لكن احنا هنشرب شوية اسبريسو. اسبريسو عشان اجهز. كابتن شيكو قال لك 15 يوم عشان هو راجل فاهم، مش عايزك تروح بدنيا ما انتش جاهز، وعايز يهيئك بالناحيه النفسيه لمشروع كبير انت داخله. اتفضل يا كابتن. فاخدني 15 يوم عرفني ازاي كره ترفع، لان بلعب شراب على طول، ترفع ازاي وتشاط ازاي وتاخد على الصدر ازاي، وازاي ما تكون انت معاك كره اسيب وش. يعني انت كنت حاوي في الكره الشراب. والكره الكبيره اصلا بحبها وكده، بس هوا خفيفة قوي، ما الشراب كانت تقيلة. المهم بعد 15 يوم راح مديني للشيخ صلاح والكابتن هاني. الكابتن هاني ده كان مدير الكورة في مصنع 54، ودوني النادي الأهلي. كان في مطرة في اليوم دوت، فأول ما دخلنا النادي الأهلي والمطرة نزلت كان يوم اعتزال الكابتن كمال عثمان في النادي الأهلي. فأول ما دخلنا الشيخ صلاح الله يرحمه قال إيه، إن هيبقى ليك خير في النادي دوت لأن المطرة خير. فمن ساعتها وأنا عارف إن المطرة خير يا كابتن. دخلت مع كابتن عوضين، لعبنا قبل الماتش اللي اعتزل الله يرحمه، لعبنا تقسيمه. كنت موجود يا احمد مش كده؟ اه طبعا. فاول اول انا كابتنك خلي بالك. طبعا في النادي الاهلي بس. انما في نادي الزمالك انا كابتنك، عشان تجي نادي الزمالك عشان ما اروحش نادي الزمالك. فانا ايه رحت مع كابتن عوضين، فما لعبت مع كابتن عوضين راح نادالي تقسيمه شغاله. قال لي تعالى. طبعا كابتن شيكو قال له بص ده انا فرازه. هو كان بيثق في شيكو جدا لانه كان بيجيب له لعيبه كويس. راح قال لي روح مع عم جمعه اوضه الاداره. رحمهم الاثنين عوضين وعم جمعه. والله كابتن عوضين الله يرحمه. من زمان. وكان فرحت الاوضه راح ممضيني وراح على الاستمارات وراحوا كان في الكاميرا صوروني وقالوا لي ايه هتستلم اللبس من عند رجب. عم رجب. ربنا يديله الصحه موجود لحد دلوقتي. بس رجب ده انا اكبر منه عشان كده بقول عليه رجب، ان هو دلوقتي بيتقال عم رجب لان هو فعلا كبر في السن، فانا اقول عليه عم رجب. فروحت بس في بقى كم موقف كده في اول يوم يا احمد لازم احكيه لك. ولا احنا ده ما ينفعش ما يتحكيش. لا قول. المهم كابتن عادل جالي حنبله داخل في المواقف دي. طبعا بس حنبله في الفتره اللي بعد كده. ما دخلنا لما دخلت النادي الاهلي جه كابتن عادل جاري على الاوضه وراح مطلع 2 جنيه من جيبه مش من النادي، من جيبه راح مديهم لي. قال لي 2 جنيه أول بس كان مبلغ 2 جنيه كانوا حكايه. اول مبلغ خدته من النادي الاهلي كان 2 جنيه من الكابتن عوضين من جيبه. قال لي خد وتيجي بكره في تاكس، فاهم؟ تروح في تاكس وتيجي في تاكس، فاهم؟ شوف كان من عين السيره للنادي الاهلي مثلا 30 قرش التاكس ولا حاجه كده. حوالي 25 30 قرش. فقلت له حاضر. طبعا روحنا في اتوبيس عشان احوش ال 2 جنيه. طبعا امال ايه. المهم رحت ايه الموقف بقى الاولاني لما جيت اخش النادي الاهلي كان انا طبعا معايا 3 قروش، فالشيخ صلاح خدنا على حسابه هو والكابتن هاني. بس هروح لوحدي هركب من التحرير على السيره. فاما جيت اخش الاوضه فرجب بياخد ايه الامانات، خالد طلب ابو جمال الجندي وانت كلنا ومش عارف كلكم بقى مليونات، معاكم ربع جنيه ورق ونص جنيه ورق، معاكم فلوس ورق. انا معايا فضه، فلو اديته الفضه كسفت. لا مش فضه، ده قروش كانت نحاس. القروش اللي هي الفضه الالومنيوم والنحاس ده. فانا طبعا وساعات انتوا معاكم ساعات انا معيش ساعه. فبيقول لي رجب بيقول لي انت هتقر علينا سنة بس ما انتوا النادي الاهلي يا عم. فقلت له فبيقول لي اماناتك، قلت له انا اماناتي سبتها مع الشيخ صلاح بره وانا معايا في جيبي 3 قروش. قال لي طب ماشي. فانا جيت اعلق البنطلون في بتقلبه كده في شماعه راح وقعوا منه 3 قروش. فرجب بص لي قلت له لا الورق معاه انما القروش. ما كانش اتحركت في اول يوم. المهم يعني المهم لعبت ده موقف في موقف تاني. لا ما انا بقول لك الموقف التاني المهم جدا. اهل الحته ما عرفوا ان انا رايح نصيره رايح نادي الزمالك الاهلي النادي الاهلي. فكان عندي واحد اسمه بقى في زهايمر ولا ايه؟ فكان في واحد اسمه كابتن سعيد ديدي كان بيلعب في نادي الزمالك، مش بيلعب راح اختبار في نادي الزمالك فاشترى فوتبول يعني جزمه كوره.
فده الوحيد اللي عدى عندنا. فقلت له يا كابتن سعيد ممكن تسلفني الجزمه عشان راح نادي الاهلي بكره؟ في الثانيه راح لما عالي بس هي بقى كانت ايه المسامير من تحت طبعا الستارز اللي كان رايق على رق ومسمار ايوه ويوجعك في نافوخك ايوه. فرحت فالمسامير ايه دخلت في رجلي من جوه وانا بلعب وانا مستحمل، بس هو شوف ضحى واداني الجزمه بتاعته والجزمه بقى ايه مع اول شوطه راحت مفتوحه وانا عمال اخبيها مفيش خالص. المهم لما طلعت بقى الكابتن عودين سلمني بقى جزمه كوره جد وشورت وفالينا ورحت انا شرطهم وهم ايه وهم جداد عشان الناس تعرف ان انا قبلت. ده اول حاجه ليا في النادي الاهلي والحمد لله مشيت. اول ماتش كان المازر لو تفتكر طبعا وكسبنا 2-1 وحرصت اول هدف ليا مع النادي الاهلي. قعدت فتره 18 سنه تحت 18 سنه مع كابتن عودين وانتقلت بقى ايه ل 21 سنه كابتن جوهري. كابتن جوهري بقى ودي قصه عجيبه جدا يا ابو حميد، قصة عجيبة جدا. كابتن جوري مشاني بس كابتن عودين جابك من على الباب. ايوه عايز اقولها جدا. كابتن جوري ما عرفنيش وكان لازم اقول له انا جمال بتاع كابتن عودين بتاع 18 بتاع كابتن عودين. كابتن جوري لذيذ قوي، راجل منظم. دخل حط اسماء في الغرفه وقال يا جماعه الاسماء دي هي اللي تتمرن، وما كانش يعرفني. السمري بقى والكيلاني والبحطيتي وعلي زيور طبعا وحازم خالد وشريف اسكندر ومدحت عبد المسيح وفرج والتونسي الجول فاكر فرج وهاني داوود محمد فرج وهاني داوود كل دول لعيبه جامدين قوي ومحسن علي طبعا كل دول كانوا جامدين جدا وكانوا فريق الامل بيكسبوا اي حد. فحطهم وقال الباقي كله يمشي من غير اختبار من غير ما يشوفنا. انت عارف كان زمان من 18 تطلع ل 21 لوحدك من غير ما حد يقول لك احنا هنختبرك مش هنختبرك، بتطلع طول من قديم لانك بتلعب. اه رحت ايه داخل الملعب قعدت اتفرج على ملعب الاهلي كده، كان نفسي ابقى لعيب كويس وكان نفسي ابقى مشهور زي كان بقى المدرب كان تدريب الفريق الكبير، كان نفسي ابقى مشهور زي الخطيب زي زيزو. يلا مفيش نصيب، خمس دقايق بالظبط ورحت متدور وماشي. الفيلم ده في دماغك كده عملت طبعا انا خلاص روحت خلاص ومش هلعب كوره تاني ده. ولو وخلاص مش بفكر في اي نادي تاني انا خلاص مش فارقه معايا. الخمس دقايق اللي وقفتهم يا احمد كان الكابتن هاني بينزل بالتاكس، تخيل لو كنت مشيت على طول. شوف قدر ربنا عايزني العب كوره يعني حصلت لنا كلنا المواقف دي. لقيته نزل وقال لي ايه اتمرنت؟ ضربني على بطني كده اتمرنت؟ قلت له لا ما اتمرنتش. قال لي ليه مالك مصاب؟ قلت له كابتن جوري حط اسماء وانا مش فيها. قال لي تعالى 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 راح دخله ايه يا جوجو؟ كان بيقول له جوجو صح. فقال له خير يا عوضين؟ قال له ده جمال عبد الحميد اللي قلت لك عليه. قال له والله طب ما قلتليش ليه يا جمال؟ قلت له يا كابتن انت حطيت الاسماء قلت الباقي يمشي. وحنبله انت عارف ما بيهزرش يخش الاوضه يلا يلا فاكر العصير اللي كان بيشربه لنا اجباري؟ اجباري ولازم بص ولازم ندفع مع ان فاكر عم سيد بتاع البيبسي الحاجه الساعه دي كنا ايه؟ كنا نروح له نحط في علبه التنس كوره التنس وتلج كانت ايام حلوه ابو حميد. وفي قصص كتير وحكايات وماتش 4-2 في الكاس وقصص يعني انا عشتها كلها معاك، بس هناخد شويه اسبريسو ونروح على الشيزلون. مشوار كبير في النادي الاهلي وبطولات وعملت اسمك وبعدين كسر مضاعف في عظمة الساق تقريبا انهت مشوارك في النادي الاهلي. مين زعلان من مين ومتضايق من مين ومجروح من مين ومكسور من مين؟ لو كنت سألتني السؤال دوت من حوالي 25 سنة كنت هقول لك، إنما دلوقتي بعد ما الحمد لله ربنا اداني في نادي الزمالك واداني منتخب مصر وشرف تمثيل منتخب مصر في كأس العالم والحمد لله كابتن مصر في كأس العالم، فبقول الحمد لله إن هم مشوني يعني. لا ما احنا يعني الحمد لله إن هم مشوك يعني دي الأقدار اللي لعبت دورها. وهنيجي للكابتن ابو رجيله بعد كده والمشوار اللي بعد كده في نادي الزمالك. انا عايز اقول لك بس إن لكن احنا بن بن يعني احنا على الشيزلونج ويعني بنسترجع يعني حاجات عشان برضو ندي مثل يعني للجلد والكفاح ومواصله الشغل. اتفضل. يعني انا زعلان طبعا من النادي الاهلي، لان انت عاشرتني وكل زمايلي عاشروني في النادي الاهلي،
اديت بلا حدود، كنت بلعب 30 مباراه في 30 مباراه والحمد لله رب العالمين. كان ليا انا خدت 4 دوري مع النادي الاهلي وخدت 2 كاس، خدنا كاس افريقيا 82 يعني خدنا كل معظم البطولات. وما جيت اتكسرت وما جيت حصل لي كسر فظيع في طبعا انت عارفه في القصبه وكده، وست مسامير بلاتين وشريحه طولها 16 سنتي و38 غرزه، ومشيت على عكازات كتير جدا، وفي الاخر اترمي يعني مش مثلا ايه تعالى جمال اتمرن والعب سنه كمان وبعدين اعتزل ونعمل لك ماتش تكريم ومع السلامه، او اذا لعبت رجعت كويس، او مثلا ايه تعالى معانا وما تتأيدش بس اتمرن بس عشان تتأيد السنه الجايه. لا ده انا وانا في المستشفى استغنى عني، مش العمليه الاولى، العمليه الثانيه وانا بشيل المسامير لقيت جرايد كلها كاتبه الاستغناء عن جمال عبد الحميد والموسم الجديد، الاسماء الجديده اهي اللي هي استمرت واللي مشوا ومشوا. انا من ضمن الناس، فكل جرايد كان عملت صورتي عشان انا كنت مصاب، فالاستغناء عن جمال. فما ما ما التاريخ بتاعي مع النادي الاهلي الست مواسم دولت ما خلونيش ما شفعوليش ان حتى بس يجي اي حد يقول لي ايه هتلعب معنا سنه، هتلعب ربع موسم، هنشوفك كويس ولا وحش بس. فعشان كده انا زعلان من النادي الاهلي، زعلان جدا، لان انا ساعتها احمد كنت ببيع عربيتي عشان اصرف. انا كنت طالب وكنت بساعد ابويا وامي في جهاز اخواتي، عندي 3 بنات بيتجوزوا، فكنت بساعد وانا بلعب، وكنا برضو ما ناخدش فلوس يعني، كنا ناخد في الشهر مثلا 300 جنيه ولا 200 جنيه، وفي اخر الموسم ناخد 3000 جنيه مكافاه. فكنت بساعده في جهاز اخواتي، فجاه اتقطعت سنه كامله الراتب والمكافآت واي حاجه، فبدات ابيع عربيتي عشان انا كنت اشتغل في مصنع كرتون عشان اجيب فلوس جنب الدراسه، لان لازم اساعد ابويا موظف كان بيقبض حوالي 60 جنيه في الشهر وبيجهز اخواتي الاثنين توأم بيتجوزوا في وقت واحد. فانا حزنت لاني حتى ما رحت يعني اعتزل اتقال لي كده انا معيش فلوس يا كابتن وعايز، مش عايز اقول الاسماء، انا معيش فلوس يا كابتن وعايز اشتغل وعايز اعمل ماتش اعتزال علشان يجي لي قرشين اعمل بيه مشروع جنب الدراسه، وما اتخرج ربنا يسهل اشتغل اي حاجه. قال لي ماشي تعتزل وتاخد فلوسك بعد سنتين. فحسيت بظلم فظيع، فمشيت من النادي الاهلي ولا اخدت حاجه ورحت ماشي. لولا ربنا ثم حمامة صاحبي وصديق عمري وأنا هفضل طول عمري في 4 أسماء عمري ما هنساهم طول حياتي، كابتن عمرو سلامة إن هو اللي كان بيدربني معاه في 18 سنة عشان أجهز وجهزني عشان كده ما رحت الزمالك كنت كويس، كابتن حمامة، كابتن أبو رجيلة، وكابتن أحمد رفعت، عمري في حياتي ما هنسالهم الجميل اللي عملوه معايا الأربعة، زائد الحاج سيد حمزة، وكان في واحد من الإمارات اسمه عبد الله القبيسي، عبد الله طبعا حبيبنا، كان صديق ابو رجيله واحمد رفعت، فداس عليهم في التليفون خدوه وشوفوه فهم قبلوا. فالاسماء دي عمري ما انساها طول حياتي في انتقالي من الاهلي للزمالك، لان انا ما كنتش، انا عايز اقول لجمهور الاهلي ما فيش لعيب في النادي الاهلي يسيبه، انا ما سيبتش النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي سابني، هو اللي قال مش عايزينك. وانا رحت اتحيلت واتمرنت حوالي 6 شهور عشان اخش مع الفرقه، بس للاسف المدرب قال ايه، كان ساعتها كان ماسك مدير فني، قال انا مركز في افريقيا فمش عايزينه يشوف له نادي تاني. كلمه دي انا سمعتها، كان كابتن عمرو سلامه دخل لهم جوه قال لهم يا جماعه جمال جاهز 60 50% وانتوا جهزوه بقى ويلعب، خلاص بقى جاهز ويلعب، الحمد لله رجلي بقت كويسه. سمعت بقى، كنت عارف اوضه المدربين ما كانش فيه سقف، فتسمع وانت داخل، كان ما بين الاوضتين، فانا كنت واقف بره فسمعت وهما بيقولوا له ايه خليه يشوف له نادي تاني او يعتزل عشان احنا مركزين في افريقيا. انور سلامة لما جه يطلع يقول لي ما لقانيش، كنت روحت، كنت سمعت انت، كنت روحت خلاص مش عايز احرجه، مش عايز احرجه. عرضني على الاسماعيلي رفضه، عرضني على المصري الحاج سيد متولي الله يرحمه قال لي اخد واحد رمال اهلي، عرضني على الترسانه رفضه، فحمام عرضني على الزمالك هو الحاج سيد حمزه وافقوا، وكابتن رجالك طلع راجل جدا قال لو كويس هناخده لو مش كويس مع السلامه. الحمد لله اول ماتش ودي يا ابو حميد جبت 3 اجوال اول ماتش ودي، فطبعا حصل حاجات حلوه قوي في اليوم ده، في اليوم ده بالذات المهندس حسن حلمي الله يرحمه قال لكابتن ابو رجيله ايه هو الولد ده اتأيد؟ كابتن ابو رجيله قال له اتأيد،
مضى وانا اصلا ما مضيتش لسه ما مضيتش فطبعا خلاص بقت لازم امضي طبعا رئيس النادي قال لي امضي عارف والجمهور كله جه شني على اكتافه جاي من النادي الاهلي وبيجيب ثلاث اجوال واحنا ما كانش فيها هدافين خالص كان ابراهيم يوسف بيجيب اجوال سعيد الجداي بيجيب اجوال وكان لسه بيجيب كوارشي والنصر ابراهيم كان مشهور بتضييع الاجوال وبعد كده بقى هداف المهم ايه كابتن مرجلي راح للكابتن سمير السيد روح مضيه شوف طلباته ايه دي هايله جدا يا ابو احمد اول فلوس خدتها من النادي الاهلي 2 جنيه اول حاجه خدتها من الزمالك كابتن سمير السيد قال لي عايز كام يا كابتن جمال عشان تبني قلت له كام ايه قال لي فلوس فلوس ايه يا كابتن سمير فلوس ايه ده كفايه ان انتوا هتلعبوا لي كوره عايز فلاق تيشيرت وشورت بس بتوع الزمالك قال لي طب امضي قلت له لا هات الاول التيشيرت والشورت اه والله راح جايب لي التيشيرت والشورت ورحت ماضي على بياض مش عايز حاجه وفي الوقت ده طبعا انت كان ليك اتجاهات في السينما والمسرح لا بص بعد كده اما لعبت في نادي الزمالك بدا اسهمي تعلى جدا جدا في الشهره والنجوميه وكده فاتعرض عليا سنه 86 بالذات اتعرض عليا حوالي 4 افلام ومسرحيه وكم مسلسل ده حوالي 16 مسلسل تخيل كتير جدا وفوازير رمضان كمان فانا قلت ما ينفعش انا ااجل لغايه ما اعتزل فضلت اجل ونايم المخرجين ونايمهم زي ما كنت بنايم المدافعين وكده طبعا على فكره انا كنت بحب انايم المدافعين قوي وانت تعلم لا اقول لهم انتوا احسن مدافعين زي مش منتخب مصر انا النهارده هكلم مدرب الزمالك لازم تيجوا عندنا زي ما نايمت ريكارد في كاس العالم فكان الموضوع وحميد سهل جدا بالنسبه لي ان انا افضل اجلهم لغايه ما اعتزل انا اعتزلت 4/4/93 5/4/93 كنت عامل مؤتمر صحفي ماضي فيه 4 افلام ومسلسل ومسرحيه ربيع ياسين لا ده دي نقله في حياتي يعني بص نتكلم بالحاجه الحلوه احنا اتكلمنا على الحاجه الوحشه عشان نتكلم على الحاجه الحلوه في يوم من الايام كنت بلعب في نادي الزهور تمام فجأة لقيت بتوع الأمن بتوع نادي الزهور جايين يقولوا لي كلم الكابتن ربيع ياسين والكابتن أحمد ناجي في على الباب بره إيه ده؟ طب ما تدخلهم قال لا أصلا ما يقدروش يدخلوا ليه؟ قال لك أصل لابسين جلاليب كان في رمضان واعتكاف أنت عارف فاكر فترت طبعا إزاي ما يدخلوش ترت لقيتك أنت والكابتن ربيع ياسين ومهندس رشاد الله يرحمه قال لقيتكم بتقولي لي ما تيجي تصلي معانا العشاء وهنسمع درس صغير كده وان شاء الله باذن الله نشوفك لنا في مدينه نصر رحت المسجد بقى وشفتكم وساعتها الشيخ طلع قال كلمه حلوه جدا كان المهندس محمد حسام الدين قال انت عايش ليه تصدق لو سالت اي حد قول له انت عايش ليه هيقول لك اللي انا هقوله دلوقتي وهو ده الغلط هعيش عشان ابقى احسن واحد واتجوز احسن واحده ويبقى عندي احسن بيت واخلف احسن ولاد واخليهم احسن مهن مهندس دكتور ضابط اي حاجه ويبقى عندي احسن عربيه مش ده العيشه وبعدين فلما جيت اجاوب تصدق معرفتش انا عايش ليه معرفناش انا عايش ليه فالراجل قال لي عيش احسن عيشه في الدنيا في مهنتك وخليك معاك الدين هتخسر ايه عشان ما تنزل القبر تلاقي نفسك في نعيم وكنت في نعيم في الدنيا ان انت عايش معاه في مهنتك رقم واحد وكمان ايه معاك الدين فبالتالي ما هتيجي تنزل القبر هتلاقي نفسك سعيد في الدنيا وسعيد في الاخره ربنا كرمك بالدين وربنا كرمك الحمد لله في الدنيا وبقيت جمال عبد الحميد المثال والقيمه الكبيره وربنا وفقك في كل مناحي حياتك في الاعلام وفي التدريب وان شاء الله يعني اتمنى ان الحلقه دي كل اللي يشوفها يعني لان هي فعلا هتبقى حلقه مهمه جدا للمشاهدين انا عايز اقول لك بس ابو احمد قبل ما انهي انا الحمد لله ربنا رزقني بعمر وهب لي عمر ومريم واخواتهم اروى ونوران وشيماء ونوران جابت لي احفادي عبد الله وهانيا ويحيى وشيماء جابت لي حفيدي حسن فالحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويوفقك وانا في منتهى السعاده ان انت كنت معايا النهارده أما أنا فحاجي لكم في حلقة جديدة من السبيسو